وقد أعربت مصر عن قلقها البالغ من جراء التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية التي من شأنها أن تصعد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وخلال كلمته في جلسة الأمم المتحدة حول الأزمة الكورية، أكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر. تستمر مصر في إدانة أنشطة كوريا الشمالية للتسلح النووي وتطوير وإطلاق الصواريخ البالستية بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر بأشد العبارات، وذلك انطلاقا من التزام مصر الدائم بضرورة الحفاظ على مصداقية منظومة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعلى مصداقية مجلس الأمن، وحرص مصر على أن تتعامل منظومة الأمم المتحدة بجدية وحزم مع أي تهديد لمنظومة عدم انتشار الأسلحة النووية دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.